الحديث عن أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله ذو شجون. عرفت سموها عن قرب منذ أيام المغفول له بإذن الله الشيخ زايد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وخلال كل تلك العقود كانت سموها تعبر عن إنسانيتها وصدق مشاعرها ونبل أخلاقها وعظيم أفعالها. لست الوحيد الذي يقول ذلك، فكل من عرف أم الإمارات يدرك تلك الحقيقة والتي تنم عن أخلاق رفيعة. بالفعل سمو الشيخة فاطمة حفظها الله سيدة من أحب ومن أخلص ومن أعطى، وهي سيدة من وقف إلى جانب المستضعفين في الأرض بفطرتها وحسها العالي تجاه كل مظلوم. الحديث يطول عن سموها، وأكبر وأفتخر أنني أتحدث عنها. حينما تتحدث فإن الصدق هو ما تنطق به، وحينما تقول لأبناء الإمارات أنه عليكم أن تعطوا هذا الوطن مثل ما أعطاكم، فلأنها مؤمنة بأن الوطن أكبر من الجميع، وبالتالي لوطننا دين علينا طالما أنه يوفي التزاماته تجاههم. حديثي لا يضيف لسموها أي شيء، لأنها في الأساس تحمل في قلبها كل ما ذكرته، وتدل أفعالها أنها بالفعل المرأة الخيرة والأم المعطاء، ولا عجب أن نقول أنها أم الإمارات، فهي كريمة وابنة كرام وصاحبة أخلاق عالية. لم تتوانى يوما عن مد يد العون للجميع من داخل الوطن وخارجه. وأم الإمارات أيضا محبة للإنسانية جمعاء، مخلصة لبلدها، يهمها دائما أن يعيش الناس بخير وسلام، لذلك فهي تعطي من دون منة. صدق مشاعرها لا يمكن وصفه، لأنها بالفعل سيدة نبيلة بكل معنى الكلمة. كانت الأسرة على رأس أولويات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، وكانت وما تزال تقول إن استقرت الأسرة استقر الجميع واستقر المجتمع. ولذلك حرصت سموها على أن تقوم مؤسسة التنمية الأسرية بهذا الدور، أي تساعد على استقرار الأسر في إمارة أبوظبي، أسر المواطنين وأسر الأخوة المقيمين، لأننا كلنا في النهاية نشكل مجتمعا واحدا نؤثر ونتأثر. أم الإمارات كرئيس أعلى للمؤسسة هي موجهنا في كل ما نقوم به، هي صاحبة المبادرات، وهي الدافع الرئيسي لنا في كل ما تقدمه المؤسسة من برامج وخدمات لكل فرد من أفراد الأسرة.